تو لي زونفون اليوم راح نوري لكم حاجه تقولوا لي وشنو هي وشكون يحبها وشكون ما يحبهاش. داكور شوفوا راح نوري لكم واش عندي هنايا. عندي لو تي هيا قولوا لي شكون يحب يلعب بالتليفون. تعرض الأطفال إلى الشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها يتسبب في أمراض نفسية كاضطراب النوم والقلق، التوتر والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والانطواء. يلتحقوا بالروضات أطفال الشاشة اللي يكونوا تعرضوا يعني كثير للشاشة، يجيوا هنا للروضة بمجموعة من يعني اضطرابات نقدر نقوله مصاحبة ولا سلوكيات يعني مختلفة مغايرة يعني للأطفال الآخرين اللي يكونوا ما تعرضوش للشاشات. يعني نلقاو صعوبات أنه يجينا تان لونفون ما يقدرش مامبا يشد المغرف ياكل وحده تان متعرض للشاشات، أنه لامامو تكون تحط له التليفون تاعها باش ياكل ولا يكون مام ما يعرفش أصلا شو ياكل. مختصون يدقون ناقوس الخطر كون الشاشات الإلكترونية تتسبب في أضرار وخيمة، ويظهر ذلك جلياً في التحصيل الدراسي حيث يجد هؤلاء صعوبة في الإدراك والتركيز واسترجاع المعلومة. كثيري الحركة وعندهم أيضاً فيما يخص تأخر في الكلام، لكن مع الوقت يعتمدوا. كاين معليش نحكي لكم هذه القصة، كاين والي قال لي انا بنتي ما تاكلش بلا تليفون. كيف هذه ما تاكلش بلا تليفون؟ مع الوقت ولات تاكل وتاكل التليفون اصلا ما حطيتولهاش كامل، تعاند مع زميلاتها تاكل، ومع الاول كنا نوكلوها ومن بعد مع الوقت ولات هي تاكل وتشبع وتقول ميرسي مادام. الدراسات الحديثة تمنع الشاشات الإلكترونية بالنسبة للأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتسمح فيما فوق ذلك بساعة ونصف في اليوم، ويزيد الحجم الساعي بزيادة عمر الطفل مع مراعاة محتوى ما يشاهد.